السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من التناصح وهذه أبرز عناوينها. الرئاسي المقترح يشكل قوة مشتركة لفض النزاع وبسط الأمن بالعاصمة طرابلس. تظاهر عشرات المواطنين بميدان الشهداء احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، والمركز يضيف 500 دولار أمريكي لمخصصات أرباب الأسر لعام 2018. مرور 87 سنة على استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار على يد الاحتلال الإيطالي ببلدة سلوق. تفاصيل النشرة، أهلا بكم. أصدر المجلس الرئاسي المقترح قرارا يقضي بتشكيل قوة مشتركة لفض النزاع وبسط الأمن مكونة من 3 كتائب من المنطقة العسكرية الغربية والوسطى وقوة مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى وحدات من وزارة الداخلية، وذلك بإمرة آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي. وتتولى القوة المشتركة بحسب القرار فرض السلام واستتباب الأمن في المنطقة المحددة لها، بالإضافة إلى الفصل بين القوات المتحاربة وفض الاشتباك وتوفير الحماية ومراقبة وقف إطلاق النار. وأعطى القرار الإذن لآمر القوة المتواصلة مع بعثة الأمم المتحدة للتنسيق والتعاون في إطار الصلاحيات المسندة إليه بموجب القرار. أكد آمر المحور الشرقي لقوات البنيان المرصوص مختار جحاوي تواصل الاجتماعات مع الرئاسي المقترح والجهات المختصة لوضع التصور النهائي لتأمين العاصمة. وقال جحاوي في تصريح صحفي الأحد إن قوة مكافحة الإرهاب الموجودة شرقي تاجوراء تنتظر إعادة الترتيبات الأمنية للدخول للعاصمة، مؤكدا تكليف المنطقة العسكرية الوسطى والغربية وقوة مكافحة الإرهاب بمهمة تأمين مناطق النزاع. وأوضح جحاوي أن الترتيبات الأمنية وخريطة توزيع القوات داخل العاصمة ما زالت قيد الدراسة، ولم يتم التوافق بشأنها حتى الآن. وفي نفس السياق، أكد أعيان مشايخ القبائل والمدن الليبية المجتمعون السبت في مدينة ترهونة بأنهم قد طالبوا الحكومة المقترحة باستصدار قرار لحل الميليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة في غضون 3 أيام. وشدد المشايخ في بيانهم الختامي على ضرورة إحالة المتورطين في الجرائم الجنائية والفساد المالي من منتسبها إلى التحقيق فورا، مطالبا بتسليم السجون للسلطات القضائية وتسليم المنافذ للجهات المختصة وإخلاء جميع مؤسسات الدولة من مظاهر السلاح. احتج عدد من المتظاهرين ظهر اليوم بميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس على تردي الأوضاع المعيشية بالبلاد، وطالب المتظاهرون بإنهاء المجالس الثلاث النواب والدولة والرئاسي وانتخابات مبكرة، مؤكدين على ضرورة قيام الدولة وإيجاد حلول فورية لإنهاء الأزمات التي يمر بها المواطن.
من جهة أخرى، استنكر المجلس البلدي حي الأندلس بالعاصمة طرابلس كافة الخروقات الأمنية المتمثلة في عمليات السطو والحرابة التي تعرض لها سكان البلدية الأيام الماضية. وأبدى المجلس بحسب بيان نشر على الصفحة الرسمية بفيسبوك الأحد استعداده والتزامه بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية المكلفة بقرارات رسمية من قبل وزارة الداخلية. وكان المجلس قد أمهل التشكيلات المسلحة مدة 5 أيام للخروج من مناطق وشوارع البلدية، مطالبا في الوقت ذاته بتفعيل الأجهزة الأمنية. طالب أعضاء بمجلس الأعلى للدولة المجالس الثلاث الدولة والنواب والرئاسي الخروج من المشهد السياسي وانتخاب جسم تشريعي في مدة أقصاها مارس القادم. وأوضح الأعضاء في بيان لهم السبت أن محاولات إدخال تعديلات تتعلق بإحدى مخرجات اتفاق صخيرات لن تؤدي إلا إلى تكرار سيناريوهات الفشل التي لم تتوقف منذ أكثر من عام مضى، داعين كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى مشاركتهم هذه الدعوة وممارسة الضغط الشعبي السلمي على هذه المجالس. وحث الأعضاء المجالس الثلاث بالتخلي عن محاولة التمترس خلف ذرائع واهية لإطالة عمرها بحسب البيان. كشفت صحيفة سانداي إكسبريس البريطانية أن بعض عناصر المجموعات المسلحة التي تحتجز هاشم العبيدي شقيق ملف التفجير مانشستر تعرض إطلاقه مقابل $1 مليون، فيما تخشى الحكومة البريطانية بيعه إلى ما يعرف بتنظيم الدولة. ونقلت الصحيفة الأحد عن مصادر في ليبيا قولها أن تنظيم الدولة يتفاوض من خلال طرف ثالث لدفع المكافأة المالية مقابل إطلاق العبيدي. من جانبه قال مصدر في الحكومة البريطانية في تصريح للصحيفة إن بريطانيا علمت إن هاشم العبادي تم عرضه للبيع مقابل $1 مليون تقريبا من قبل المجموعة المسلحة التي تحتجزه. وقالت مصادر من وزارة الخارجية البريطانية إنها تراقب الموقف عن كثب ولا تزال تأمل في أن تتم الموافقة على طلب ترحيل هاشم العبادي إلى بريطانيا لتتم محاكمته. أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات للمجالس البلدية إن إجمالي عدد المقترعين بلغ 7203 في انتخاب المجلس البلدي بنوليد، أما ما يعادل 32% من النسبة الكلية للناخبين المسجلين. وأشارت اللجنة إن عدد الناخبين من الرجال بلغ 5821 ناخبا، في حين قدر إجمالي النساء ب 1382 ناخبة. وأفاد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية بأنه من المنتظر الإعلان عن نتائج الانتخابات بلدتي بني وليد ودرج خلال اليومين القادمين. وفي ذات السياق، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن نسبة المشاركة النهائية للمقترعين في انتخابات المجلس البلدي درج بلغت 1753 ناخبا وناخبة، أي ما يعادل 40% من النسبة الكلية للناخبين المسجلين. وبخصوص الهجوم الذي حدث في إحدى مراكز الاقتراع بالبلدية، أوضح رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية إن المسلحين قاموا بالاستيلاء على صناديق الاقتراع في إحدى مراكز منطقة شعوة ببلدية درج، مؤكدا بأن ذلك لن يؤثر على سير نتائج الانتخابات في البلدية باعتبار المركز يشكل 3% من إجمالي الناخبين. وأشار بن تاهية إن اللجنة المركزية تدرس عدة خيارات من بينها إعادة الانتخابات في المركز الذي شهد الحادثة. السادس عشر من سبتمبر من كل عام يحتفل الليبيون بذكرى الشهيد الذي ظل يناضل طيلة حياته من أجل استرداد كرامة شعب ورفع الظلم عنه. نتابع هذا التقرير. نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها النهاية. في ذكرى استشهاده 87 واحتفاء بيوم الشهيد،
وتخليدا لقصة كفاح لمناظر قادم من جوف الصحراء والذي أبى إلا أن يختتم تاريخه البطولي على مقصلة الاحتلال الإيطالي ببلدة سلوق جنوبي بنغازي في 16 من سبتمبر عام 1931. ففي 16 من سبتمبر من كل عام يرى جموع الليبيين فيه تذكارا وتكريما ووفاء للشهداء الذين فدوا حياتهم من أجل ليبيا واستقلالها وكرامة شعبها، حياة ظل الليبيون يصارعون مرارتها طيلة العقود التي مضت وبعد كفاح قاده الآباء والأجداد حتى نالت ليبيا استقلالها في عام 1951 لتشهد أولى مراحل السلمية وبناء الدولة بقيادة الملك الراحل محمد إدريس السنوسي. لم تمضي سنوات حتى انقلبت عليه قوى الشر بقيادة الملازم معمر القذافي والذي مارس الطغيان والظلم طيلة 4 عقود جثم فيها على صدور الليبيين، حيث لا تعليم ولا صحة ولا بناء ولا ارتقاء، إلى أن انتفض الشعب في 17 من فبراير ليكمل أحفاد المختار مسيرة نضال لشعب لم يأبى الظلم يوما. انتصر الشعب وتحقق مبتغاه، وفي أولى سنوات ثورته مورست 5 استحقاقات انتخابية شوهد فيها إقبال من جموع الليبيين للإسهام في اختيار مرشحيهم وبناء دولة طال انتظارها. وفي 14 من مايو عام 2014 توقف كل شيء ورجعت عقارب الساعة 4 عقود مضت، حيث ظهر رجل ببزته العسكرية لينقلب على مؤسسات الدولة الشرعية ويخوض حرباً أهلكت الحرث والنسل. ليبيا اليوم تحتفي بذكرى الشهيد بعد مضي 7 أعوام لثورة ضحى من أجلها الآلاف من الشهداء، وليبقى مصيرها في أيدي ساسة فرطوا في مكتسباتها ونهبوا خيراتها، ليظل المواطن يأمل فيها بفرج قريب. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. لليوم 9 على التوالي، فوج كشافة جرى يواصل استقبال حجاج بيت الله الحرام في مطار مصراتة. ترغب قناة التناصح الفضائية في تعيين موظفين في المجالات الآتية: إعداد البرامج، التقديم الحواري، تحرير الأخبار، مصور فيديو، موظف إداري، وموظف في الرقابة اللغوية والشرعية. وفق الشروط الآتية: أن يكون ليبيا الجنسية أو أجنبياً مقيماً في ليبيا، التفرغ التام للعمل بدوام كامل، إيجاد التحدث باللغة العربية لمن يترشح لوظيفة التقديم الإخباري والحواري، حسن المظهر وقوة الشخصية، ألا يتجاوز عمره 40 عاما، أن يكون لديه الرغبة في العمل ضمن فريق القناة لتحقيق أهدافها، تعطى الأولوية لمن لهم الخبرة في المجال، على من يأنس في نفسه الكفاءة إرسال سيرته الذاتية للبريد jobs@tanasoh.tv، علماً بأن آخر موعد لاستلام الطلبات 30 من شهر سبتمبر 2018.
أهلا بكم من جديد. أصدر محافظ مصرف ليبيا مركزي الصديق الكبير الأحد تعليماته للمصارف التجارية بالبدء في صرف 500 دولار أمريكي لكل مواطن وإضافتها لمخصصات أرباب الأسر عن عام 2018. وقال المصرف المركزي في تدوينة له على موقع فيسبوك إن هذه التعليمات تأتي تزامنا مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها المصرف والمجلس الرئاسي المقترح. أزمات متتالية وإصلاحات اقتصادية موجهة، هل سيتم إجراء الإصلاحات أو كالعادة مجرد مسكنات للمواطنين؟ عدسة التناصح رصدت آراء المواطنين بهذا الشأن. تو الإصلاحات، هذا الكلام اللي سمعناه اليوم اللي فاتوا باهي، ما نقدروش نحكم عليه إلا بعد فترة معينة، على الأقل أسبوعين شهر ثاني. تو الكلام هذا مدع التلفزيون ومدع البيانات ومدع الفيس، هذا كله لنا فترة نسمعوا فيه، في إصلاحات، في شنسمة، في تقدم، في إجراءات تانية كويسة باهي، لكن ما شفنا شيء. هي الإصلاحات ووقعوا عليها هذه بعد أسبوعين، بعد ثلاثة، بعد شهر نشوف النتائج مدحها. لو في نتائج ملموسة ممكن نقولوا في إصلاحات، لو ما فيش نتائج ملموسة نعتبروها زي الكلام اللي الأول. مش عارف كيف ما أقول أربع فردي بجنيه، ثلاثة فردي بجنيه معقولة، ودقيق مدعم جاي من برا دعمينا مفروض العشرة بجنيه، فهمت ولا؟ الصراحة حتى هي مشتعلة ومش مزبوطة. عندي رسالة توجهها كمواطن، شوف نوجه رسالة، يعني نوجه رسالة صراحة ما نبو الحقيقة صراحة، هذا كلامنا، نبو شيء ملموس، أما بتاع دو وإقرارات والاجتماعات ووافق على الدولار ووافق على مش عارف شنو، هذا كله والسيولة، أهم حاجة السيولة، الناس تبي سيولة. والله المسؤولين يشوفوا في حال الشعب، يعني الشعب خلاص بعدك يعني صبر معاش فيه، الناس تعبت وظروف الحياة صعبة، المعيشة غالية، سيولة ما فيش، يعني قاعد هم المواطن كل يوم يجري عليه قوت عيشه والله، ومش ملحق، يعني حرام يعني الليبيين يوصلوا الدرجة هذه والله. قصدي إصلاحات تورينا سنتين ما رناش أي إصلاح، وكل كلام ما فيش فعل ميداني، ما فيش عمل، ما فيش كذا، فهمت قصدي؟ يطلعوا مسؤولين كل مرة يصرحوا بموضوع، الموضوع هذا اللي يصرحوا به ما رناش به فعل في الميدان وما رناش به فعل في الشوارع، فهمت؟ بالنسبة للاقتصاد قصدي صفر، هنا قريب 3 سنين تو ولا خشين لأربع سنين، فهمت قصدي؟ الحكومة يعني لما تصرح بموضوع المفروض إنها هي تطبق الموضوع هذا اللي تصرح به، موش كلام، فهمت قصدي؟ في الليل تسمع كلام وفي النهار كلام، ما في شيء بين الكلام وبين الفعل، ما في شيء تطابق بك. أوضح تقرير الخبراء الدوليين الذي يعني بالملف الليبي حجم جرائم تهريب الوقود الليبي من قبل ميليشيا مسلحة في المنطقة الغربية ومؤسسة النفط الموازية في شرق البلاد المدعومة من حفتر وأطراف خارجية. المزيد في تقرير مفتاح الشركسي. تقرير الخبراء الدوليين الخاص بالملف الليبي كشف حجم ما تمر به ليبيا من استغلال ممنهج من قبل الميليشيات المسلحة شرق البلاد وغربها لخيرات البلاد. تقرير الخبراء تناول في إحدى صفحاته أزمة تهريب المشتقات النفطية من ليبيا إلى الخارج عبر المنافذ البحرية والبرية، مشيرا إلى أن المؤسسة الموازية في المنطقة الشرقية أبرمت عقودا مع أطراف أجنبية بأقل من الأسعار المتعارف عليها ب5 دولارات للبرميل الواحد، نظير تقديم تسهيلات ودعم لها وبمساعدة أطراف داخلية. تقرير الخبراء لم يغفل كذلك على ما تقوم به ميليشيات طرابلس من ابتزاز ومحاصرة لمؤسسات الدولة ومحاولاتها المتكررة للتحكم في قراراتها، فمن محاولات قائد كتيبة ثوار طرابلس للضغط على المؤسسة الوطنية للنفط وذلك للتعاقد مع شركة كندية بذاتها، إلى ابتزازات مارستها كتيبة النواصي على المؤسسة الليبية للاستثمار وفرض بعض القرارات الخاصة بالتعاقد والتعيين. وعرج التقرير على عمليات التهريب غربي البلاد، حيث ذكر بأن مجموعات مسلحة في صبراتة وورشفانة والعجيلات وزوارة متورطة بشكل مباشر في تهريب الوقود. وقد أوضح التقرير الكيفية التي يتم بها تهريب الوقود الليبي في البحر من ليبيا إلى مالطا، حيث تقوم السفن بإطفاء نظام التعريف الآلي
ثم تتوجه إلى زوارة عن طريق جابس وتحمل ثم تعود إلى البحر. وقد ساعد هذا الأمر على قيام حرس السواحل الليبي بمصادرة عدة سفن داخل المياه الإقليمية الليبية، وما زالت عمليات التهريب متواصلة إلى وقت كتابة هذا التقرير، وبذلك يتبين حجم السرقات الكبيرة التي شهدتها ثروات ليبيا، ما سبب في انهيار اقتصادي داخلي وعجز مالي وزيادة في أرصدة ممولي وأصحاب الميليشيات. لليوم التاسع على التوالي يحط كشاف تاجورا الرحيل إلى مطار مصراتة الدولي لاستقبال حجيج بيت الله الحرام وتسهيل معاناة السفر وتوفير الإمكانيات المطلوبة لهم. بالأهاليل والزغاريد استقبل حجاج بيت الله الحرام العائدين بمطار مصراتة الدولي من قبل أهاليهم وذويهم بعد رحلة في رحاب مكة والمدينة، فرحين بما آتاهم الله من فضله ليبدأوا حياة جديدة، مجددين العزم على التوبة وفعل الطاعات والتنزه عن كل المحرمات. فرق الكشافة بتاجوراء وفرق الهلال الأحمر كانا في الموعد ليحطوا برحالهم إلى مطار مصراتة الدولي طيلة رحلات عودة الحجيج، فلم يتوانوا عن تقديم كافة أنواع الخدمات لحجاج بيت الله لتسهيل وصولهم إلى ذويهم سالمين غانمين. عن طريق يعني لجنة حج متكونة يعني من أشخاص تجورة، واستقبلهم يعني كشافين وباستعانة من كشاف، وعن طريق يعني كشافين عن طريق خوش كشاف تجورة استعانة بهم، وتقدمنا بالرحلة ليالي لمطار مصراتة عشان نروح بالحجاج إن شاء الله. طريق الطوارئ الاستجابة كان في الموعد بفضل الله، اليوم كان تقريبا إن شاء الله آخر رحلة تم استقبالها من قبل الحج مدينة منورة وجدة إن شاء الله. طبعا نظرا للظروف الراهنة أغلب الرحلات تم تغيير مسارها إلى مدينة مصراتة. الجهات الأمنية المسؤولة واللجنة المكلفة في مطار مصراتة هي الأخرى ساهمت في تسهيل عودة حجاج بيت الله الحرام دون أي عناء، عودة من خير بقاع الأرض وانتهاء من خير رحلة يرتحل إليها على مر العمر. صلى على النبي ربي يحفظهم، صلى على الرسول إن شاء الله ربي يتمم بخير. في ختام النشرة إليكم هذا أبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئاسي المقترح يشكل قوة مشتركة لفض النزاع وبسط الأمن بالعاصمة طرابلس. تظاهر عشرات المواطنين بميدان الشهداء احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، والمركزي يضيف 500 دولار أمريكي لمخصصات أرباب الأسر لعام 2018. مرور 87 سنة على استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار على يد الاحتلال الإيطالي ببلدة سلوق. كما تابعتم أيضا لليوم التاسع على التوالي فوج كشاف تاجورا يواصل استقبال حجاج بيت الله الحرام بمصراتة. دمتم في أمان الله.